السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ راشد، برحب بحضرتك في المؤتمر الأول لتنظيم الاتصالات في الدوحة، وكنا عايزين نسأل حضرتك عن رؤيتكم كمزودين للخدمة عن مستقبل تكنولوجيا البرودباند الثابت في منطقة الخليج بشكل عام. طبعا أصبحت لا شك فيه أن الحاجة للنطاق العريض وشبكات الدخول من مزودين الخدمة أصبح شيء مفروغ منه، وأصبحت التكنولوجيا تساعد مزودين الخدمات على تقديم أفضل سرعات من ناحية الاستخدام. ففي هذا الشأن أصبح من الضروري أن تلبي مزودين الخدمات متطلبات المستخدمين بتزويد آخر ما تقدمت إليه التكنولوجيا وتقديم أفضل خدمات مما تصل إليه السرعة وسرعة الإنترنت، وهذا في الأخير سوف يصب بما لا شك فيه على تطور القطاعات المختلفة، بكون أن الإنترنت أصبح وسيلة أساسية في التواصل بين المستخدمين والجهات المعنية. طيب أستاذ راشد، في ضوء هذه الرؤية، ما الخطوات التي تم اتخاذها في دولة الإمارات لتعزيز البنية التحتية تجهيزا لاستقبال خدمات البرودباند الثابت؟ طبعا في دولة الإمارات العربية المتحدة نعد من الدول المتقدمة من ناحية تنفيذ الشبكات الألياف البصرية، فأصبحت دولة الإمارات تعد الأولى في المنطقة من ناحية خدمات الألياف الضوئية، وأصبح من أفضل المزودين الخدمات في تقديم السرعات الإنترنت للمستخدمين. فكل هذا يصب في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في جعل قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات من أحدث وأطور القطاعات، وتماشيا مع رؤية الدولة في مبادراتها كحكومة ذكية أو مدن ذكية، فنعمل بأجندة واحدة مع الهيئات والشركات الحكومية والخاصة لتحقيق رؤية دولة الإمارات من ناحية تقديم أفضل خدمات لمواطنين ومقيمين دولة الإمارات، وتقديرا لجهود الحكومة في تقديم رؤية مستقبلية بكون دولة الإمارات العربية المتحدة مقر مركزي تجاري سكني سياحي، وجعلها من مصاف الدول المتقدمة. طيب أستاذ راشد، كمقدم خدمة تتأثر بالسوق وبحالة السوق، توقعاتكم في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية، حجم التحديات أمام تكنولوجيا النطاق العريض الثابتة في الإمارات وفي دول الخليج، تقديركم لحجم التأثير هذه الأزمة الاقتصادية على ضخ الاستثمارات؟ يعني ممكن الأمر يكون مستغرب، ولكن في عز الأزمة الاقتصادية كان لقطاع الاتصالات أفضل عائد من ناحية الريفنيو مثل ما نقول، يعني قطاع الاتصالات حيوي جدا حتى في الأزمات، لأن الجميع يريد أن يتحدث والجميع يريد أن يتواصل مع الآخر أيا كان الحالة إيجابية أو سلبية. فالدور ليس له دور مباشر بالقضايا الاقتصادية، بالعكس أن نشاهد حاليا معظم الاستثمارات التي تحدث من ناحية عالمية تصب في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ونشاهد الكثير من الشركات التي بدأت صغيرة والآن أصبحت من الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا انطلقت في عز الأزمة الاقتصادية. فمن وجهة نظري أنا أعتقد أن قطاع التكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنترنت على الخصوص هو سوف يكون طوق النجاة، ونقدر نقول الطريق الأمثل لتخطي هذه المرحلة وهذه الأزمة الاقتصادية وتقديم حلول اقتصادية لتقديم خدمات أو إيجاد حلول جديدة تساهم في تقليل تكلفة الخدمة
في جميع المجالات، وليس قطعا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولكن في القطاع الصحي، قطاع المواصلات، قطاع التعليم والخدمات. فالتكنولوجيا سوف تلعب دور حيوي في تخطي هذه الأزمات. طيب، بعيدا عن المؤتمرات والملتقيات وحوارات صناع القرار وصناع تكنولوجيا في العالم، يتساءل المواطن العادي متى يمكن أن يشعر بتأثير تطبيق تكنولوجيا البرودباند الثابت المواطن العادي كأفراد؟ طبعا لا نستطيع أن نفصل تجربة المستخدم عن تجربة الحكومات والشركات، لأن في الأخير الحكومة تقدم خدماتها للأفراد. فإذا أصبحت الحكومات مزودة بأحدث التكنولوجيا والمستخدم لا يستطيع الوصول إليها، أصبحنا يعني بلا هدف. يعني فمن الضروري أن يكون هناك تواكب بين صنع الخبرة أو تماشي تقدم التكنولوجي للأفراد مع الحكومات أو مع مزودي الخدمات. فهذا يجعل التواصل والتخاطب بين المستخدمين وجهات مقدمي الخدمة بطريقة أفضل، ويسرع في عملية التحول التكنولوجي. نتمنى كأفراد أن لا يستغرق ذلك كثيرا إن شاء الله. إن شاء الله. هو حاليا يعني أصبحت منادات الشعوب بكون أن تكنولوجيا المعلومات ودخول الانترنت اصبح متطلبا، مثل ما نقول شعبيا، وذي كولت هيومن رايتس، يعني من حقوق الافراد. فاحنا لا نعتقد ان هذا الشيء سوف يكون متاخر، خصوصا يعني المنطقه حاليا تشهد تطورات في من ناحيه صنع الاقتصاد ومن ناحيه المبادرات التي تصب في هذه المنظومة. ونتمنى التقدم لجميع الدول ومواكبة ما تماشى به الدول العالمية، ونصل لمصاف العالمية في هذا المجال إن شاء الله. شكرا أستاذ راشد الأحمدي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا على استضافتكم. شكرا.